تيست ميكرو سي عجيب حاضر حاضر اي سي بون. مرحبا بكم في حلقه جديده من حصتكم اضرب في الدار واسمح في التلفزه. من غير ما نطول عليكم نشوفوا معنا شكون هي متبارية اليوم. مرحبا بك لا صبيحة. يعيشك. انت علاش جيت هوني اليوم؟ والله انتم عيطتولي. احنا عيطنا لك بناء على استدعاء من عبد تعرفه وتعرفه بالبدايه زاده. عرفتوش شكون؟ لا. باهي توا ثم مثل شعبي قديم يقول لك الحلفه ما تطيب كان برزام. وثم مثل اخر زاده يقول اليد الحاره تتباس يا مدام. ما عرفتوش شكون؟ والله ايش باش نقول؟ ما عرفتوش شكون؟ نستقبل تو معانا العبد اللي استدعاك. مرحبا بيك. وبيك عايش. شوف مدام صبيحة، زوجك اتصل بينا وقال لنا اللي انت خرجت من الدار ليك مده وما رجعتش ويحب يرجعك بالتراضي. ولا صبيحة وين كنت المده هذه الكل؟ كنت في السبيطار. في السبيطار. ان شاء الله لاباس. ما تشاورك تمشي للسبيطار. وعلاش مشيت للسبيطار؟ مشيت نحاوس عنف شديد، السيد اللي ترى فيه هو اللي عنفني. يا سي شباب شنو هي الحكايه توا؟ عنفتها المراه؟ شنو هذه عنفتها؟ يا ودي ما سمعش كلامها الحكايه وما فيها ضربتها. ومش ضرب ضرب، ساعه ساعتك الكف على الطاير وبرا. وتزيد هي فراجيك من كف الدوخ، جيل بشكوتو يا سي عجيب، يا حسره انا سابكني وكاو. الحقيقه عنده شويه الحق راجلك، راه وان عندك مسؤوليه في الحكايه يا مدام. تو كيفاش؟ توا مثلا الراجل يمشي يخدم عليك في الصباح، يخرج يخدم على اولادك، ولازم نراعيو له شويه النفسيه نتاعو. بالكش عنده مشاكل نفسيه وانت ماكش معبرته. بالكش مشى للقهوه قبل ما يروح للدار وخسر في طرحش كبه. بالكش زاد ضيع المترو قبل ما يروح للدار. بالكش سيتك ما تعرفش الطيب وعملت له كي روح مقرونه كذابه وكملت سخطه بلوبه معبيه باليدين. ارجع لدارك يا مدام، مسترعارك وتصفيقه على مدام صبيحه. العنف جريمة مش لعبة، والتساهل مع العنف عنف مضاعف. الفصل 46. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.